هنا في ساحة التحرير وسط بغداد معقل الأصوات المنادية بنصرة فلسطين، فمع كل استهداف صهيوني لغزة ترتفع الأعداد المتضامنة والمنددة بقتل الأشقاء العزل. فينبغي أن نمد أيدينا سخيا. مساء وصباحا بموعد أو بدونه يقف البغداديون متضامنين مع أشقائهم في فلسطين. تنوعت صور وأماكن الاحتجاج ضد إجرام صهيوني استهدف مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس، جريمة أشعلت الحزن في بغداد، فخرج أهلها في ساعات الليل بتظاهرات حاشدة استنكارا للعدوان، وصباحا تعددت وقفات الحداد في دوائر الدولة والجامعات والمدارس. من خلال وقفاتنا التضامنية نريد الاستمرار، مو بس يوم واحد أو ساعة ساعتين، حتى الغرب والدول الأوروبية والدول المعنية يعرفون أنه جاي يصير على أخواننا الفلسطينيين ظلم كبير حقا، يعني صراحة، فحتى بلكي يوقفون الخصف وأي شيء، لأن أطفال جاي تموت وناس أبرياء وناس يعني مسنين جاي يموتون يعني بأي ذنب. وبصورة أخرى ربما تمثل أضعف الإيمان، إعلان الحداد لمدة 3 أيام في العراق ولاء وإكراما لأرواح بريئة راحت ضحية الصمت الدولي قبل أن ترتقي ضحية لنار العدوان الصهيوني على غزة. البصرة من أقصاها إلى أقصاها، أعلنت الحداد تضامنا مع غزة بفاجعتها بعد قصف المستشفى بغارة صهيونية قاتلة خلف شهداء ومصابين في انتهاك واضح للقوانين الدولية ترقى لجريمة حرب. كلا إسرائيل، نعم نعم فلسطين، وقفات منددة بأكبر مجزرة تنفذها الصهيونية في قطاع غزة. طلبة الجامعات فضلاً عن موظفي مؤسسات الدولة نزلوا إلى الشارع مطالبين بمحاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة. فتضامن العراقيين لم ينتظر المواقف الرسمية الدولية، حيث لم يرف لها جفن أمام إبادة جماعية يمعن بها الاحتلال. كلها متضامنة وهي أخواننا في فلسطين ضد اليهود. هذول اغتصبوا أرض فلسطين من سنة 1948 وهجروا الفلسطينيين ودمروهم نساء وشيوخا وأطفالا. مو هذا دولة عربية فلسطين من 47 ولحدنا، ليش بس العراق اللسان الناطق باسم فلسطين؟ أنتم شنو دوركم يا رؤساء دول العرب؟ ما تهجون دعمكم المادي المساعدة لجيوشكم؟ لا يريدونها إدانة واستنكارا وحسب، هذا ما يقوله الشارع في البصرة ومحافظات عراقية أخرى حيال مواقف يجب أن تصدر عربيا ودوليا لتوقف الكيان الغاصب المتمادي قتلا وحصارا على سكان غزة. رسائل التضامن والاستنكار لجرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين اتسعت اليوم في الموصل لتشمل مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن وقفات شعبية تطالب جميعها بإدانة قتل الأبرياء في غزة. هتافات طلبة الجامعات في نينوى طالبت بإنهاء الاحتلال الصهيوني وجرائمه بحق الفلسطينيين، وآخرها مجزرة مستشفى المعمداني إذ راح ضحيتها مئات الأبرياء وسط مواقف دولية خجولة إن لم تكن مساندة للعدوان. نقول لهم لن نترككم وحدكم، الشعوب العربية كلها معكم، الشعوب العربية هي طوفان هادر مثل ما أنتم أعلنتم الطوفان، الشعوب العربية هي طوفان هادر ستقتلع هذا الاحتلال من جذوره. الاحتجاجات في الموصل تضمنت أيضا رفع الأعلام الفلسطينية وإعلان الحداد في الشوارع العامة إذ أغلقت 5 دقائق تضامنا مع غزة المحاصرة بنيران جيش الاحتلال.